تعالوا نشوف القضية اللي تابعناها بالأمس والمتعلقة بعيدا عن الجدل مع محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن. يعني يهمنا بعيدا عن هذا الجدل اللي يعنينا انه المسؤول حتى يا سيدي يشتمنا مفيش مشكلة، انما يحل مشاكل المواطنين لما يبقى في ناس بتقع بيوتهم هم مش مسؤولين عن ده. وفي حاجة اسمها في كل دول العالم انه بيسموهم المنكوبين، يعني في كارثة حصلت وبالتالي هنا في اطفال يا اخي هتنام في الشارع، وهنا في نساء هتنام في الشارع، بتعامل معهم على انهم من المنكوبين، يعني الذين يستحقون ان نجد لهم مأوى، ملجأ، مسكن، اقويهم، اسطرهم. لكن للأسف الشديد عقلية المسؤولين هو ده اللي عندي وبقى ساعدهم انت. هكذا كان خطاب محافظ الجيزة بالأمس، اللي مش عايز أركز عليه، لكن تعالوا نشوف عائلات الأسر التي ما زالت تنام في الشارع متابعة حينما ذهبت إلى محافظة الجيزة. اشمعنى بطلتين كل شهر؟ اول مشكله حصلت عندنا في البيت سقف الدور الثالث هبط. صاحب البيت جه جاب ناس من صاحب البيت، جه هنا عمل محضر، قالوا له هنيجي نعاين، جايين وراك نعاين، فاحنا ما حطيناش في دماغنا ان البيت هيقع. عدى على الحوار ده 4 ايام، فجأة واحنا نايمين في البيت ثلاث اتصالات وقعوا على بعض. سقف الصالة، سقف الصالة، الصالات كلها وقعت على بعضها، على التربات علينا كلنا خارب بعض يعني. الحمد لله طلعنا بخير. أول حاجة جينا هنا قال لك مشاهير وراك حد البيت. بعد كده رحنا قسم العمرانية عملنا محضر اللي هو المحضر ده. بعد كده جيت تاني طلعت فوق هنا قالوا لي خدوا الرقم دوت، قال لي هنيجي نعاين، برضه ما جوش. بعدها بشوية جالنا واحد الساعة 6 الصبح، الكلام البيت وقع الساعة 2:30 تبع الحي، 2:30 بالليل. جه بص الساعة 6 الصبح قال لك في حد وقع، حد مات، قلنا له لا مشي بالعربية ما يجيش تاني. جينا هنا الساعة 12، الساعة 12 هنا نسأل يا جدعان حد يجي معانا، بقلة الأدب والمشاكل جم معانا هنا. بعد كده قال لك 5 دقايق وهنرد عليه. مجوش جينا هنا قال لك دي مش شغلتنا، شغلة المحافظ. قعدنا عند المحافظ سمحنا قاعدين قاعدة ديت الساعة جت 8:30 وهو طالع معرفش طبعا يطلع، لف بالباب التاني لقى الحوار هيكبر والمشكلة بتزيد وناس بتصور، راح قال لك لا احل لكم مشكلة، هدي لكل أسرة 400 جنيه أو خيم في البراميل. قلنا له طبعا، قلت له طب احنا عاوزين يعني مقدمة الشقة، قال لك هو ده الحل. رحنا برضه للمحافظ تاني، ده من المحافظة قال لك أنا مش مسؤوليتي، أنا ماليش دعوة، محافظ قال أنا ماليش دعوة، روح رئيس الحي. ورئيس الحي قاعد فوق مش راضي ينزل، ولا راضي يعرف يحل لنا مشكلة، ولا راضي ينزل. بيقول أنا ماليش دعوة. أمال إزاي بنحارب الفساد؟ إزاي الرئيس عمال يقول لك إحنا بنحارب الفساد؟ هو ده مش فساد؟ عاوزين شقة. عندنا محلنا، عندنا عدتنا مش عايزينها. كل أسرة في البيت تاخد شقة. عايزين كل أسرة تاخد شقة. يجيبوا شقة لهم وانا متنزل على الورشة، بس قعدوا في شقة، أما انا لو شغال هجيب لها شقة. اشمعنى والدتك؟ اشمعنى والدتك؟ انا الوالدتي 6 عجزة والناس اللي فينا كل واحد على قد حاله، بيدفعوا ملاليم ايجار، طلع بيدفعوا 600 جنيه، ده في أكترية الناس اللي في البيت شغالين يوم ويوم لا. والورشة اللي لسه واخدها لسه دافع فوق ال 10,000 ولا 16,000 ما بقالهاش 15، يعني ما جابتش حتى 4% من حقها. وراحت وقاعدين دلوقتي اهوت في الشارع. مش لاقيين ولا شغلة ولا مشغلة، خلاص.